الجميل في ساحل كربابات ان كل خطوه تخطوها تشوف بحريني. ونلتقي مع اخونا فاضل عباس. فاضل، كلمنا عن هذه البيعه الجميله. عندي له دسكبال، جوز، سلوم، حبه بيض شمسي، حبه اسود. هذا شغل في البيت؟ شغل واحد صديقي في البيت. ما شاء الله. زين، كلمنا عن اقبال الناس على شراء الحب الشمسي او الجوز. ازيش الحب الشمسي ما ينبونه فيه ملح، ينبونه ملح خفيف او بدون ملح، عشان لا يشقق شفايفهم، يجيب لهم الضغط او حاسه. يعني احنا يعني من خلال جولاتنا في ساحل كربابات شفنا ما شاء الله يعني اخواننا الخليجيين. كلمنا عن مدى استقطاب الزوار الخليجيين للحب. الحب مو بس عشان يجون عشان الحب، يجون يدعمونا يعني. ما شاء الله. يعني عاده مو بس جاي ياخذ حب، جاي يدعمنا يعني. يعني انت تشوف ان حتى السائح الخليجي يشوف واحد خليجي ويشتغل يعمل يعني، مو يعني بس انه يبغى ياكل وبس. زين، شلون انت تشوف يعني احنا كل محطه نشوفها بحريني، ما شاء الله بحريني. شلون انت تشوف هذا المنظر الجميل؟ هاي شيء جميل يعني، شيء واجد زين يعني، في تعاون وكنا متفاهمين يا بعض ومساعدين يعني، ما في واحد يضايق الثاني يعني. اشوف الحمد لله. الحمد لله، كل واحد ياخذ رزقه هنا ورزقه قسم على الكل. تروح مكان ثاني لو بس ساحل كربابة؟ بس هنا، بس ساحل كربابة. وش السر في ساحل كربابة اللي خلي العالم كله تجي له؟ اي قبل 5 سنوات 6 سنوات ما حد يعني، كنت انا وابو حسين وعبد الله اللي هو قلاي اليوم. ايوه. بس احنا وفي واحد اسمه سيد مهدي يجي العصر. بس بعدين جاب دليله وشوي شوي انفتح يعني، كان ما في لليل يعني، في يمكن للساعه 10 شيء بس 9 10. يعني نقدر نقول ان ساحل كربابات في سر. ايه، جمع الناس يعني، مو بس البحرينيين، السعوديين، كويتيين، اماراتيين، وفي اجانب يجون بعد يعني، مو بس هذا. عموما نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. جميع فضل دعاكم حبيبي. الله يسلمك. الله يحفظك.